والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن بعد. طيب، كلام الشيخ جرى فتاوى كثيرة من كتاب عارض الجهل، جميل كتاب الجامع. طيب، عارض الجهل وأثره على أحكام الاحتقار عند أهل السنة والجماعة، تأليف أبي العلا ابن راشد، أبي العلا الراشد، راجعه وقدم له وغرزه فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. طيب، وقرأ من كتاب زي ما هو بيّن الآن عنوان الكتاب والمؤلفين أو مؤلف الكتاب، كتاب اسمه عارض الجهل إلى آخره. كل الفتاوى القراها الشيخ، الشيخ فيهما فهم خاطئ كلها تقريبا، كلها مش تقريبا كلها، وأي فتوى قراها الشيخ هي رد عليه وليست حجة له، ولا أمسك فتوى فتوى حتى آتي إليها كلها. وكتبت كلامه من كتاب ذات الشاعر من فتاوى، بعد ذلك نجي نبين قول الحق في مسألة العذر بالجهل التي طالما تكلم عنها الشيخ ودندن حولها سنين عددا. طيب، قال في توجيه صاحب الكتاب اللي اسمه أبو علا ولا كده، توجيه صاحب الكتاب لكلام ابن تيمية. أول حاجة، كلام ابن تيمية القرو ذاته من نفس الكتاب ذاته والنقل صاحب الكتاب بيتكلم عن مسائل، منها واحد اشتراط أن يفهم الإنسان، درنا العلو الحجة ده، أن يفهم الإنسان الحجة كفهم أبي بكر وعمر. دي نوع من الفتاوى القرآن قرأ تقريبا في النوع ده ثلاثة فتاوى أو يزيد أو ينقص، ودي باطلة، نحن ذاتنا نقول باطلة. ما يشترط إنه في إقامة الحجة ونفهم زول إنه ده شرك، لازم فهمه وعلمه في المسألة يبقى زي علم أبي بكر وعمر. فهمت ولا ما فهمت؟ ده الموضوع، مش الموضوع إنه ما في عذر بالجهل كلام ابن تيمية، أو ما في إقامة حجة، أو ما في زي ما بيحاول الشيخ يحرف الموضوع إلى عقيدته هو، مش عقيدة ابن تيمية. وأقول لكم الفتاوى اللي قراه، أنا ما جبت كلام من عندي، قال سامحك الله، قال شوف، أنا نقلت مواضع الشاهد تحديدا من كل فتوى قراها، قال جميع المسائل، قال ردا على ما يشترط إقامة الحجة في جميع المسائل. طيب دقيقة، قال أيوه قال عبارة شيخ الإسلام، نعم ابن تيمية، فمن المعلوم أنه ليس فهمهما أن يفهم القرآن مثل فهم أبي بكر وعمر، النص الفتوى النقلة. فالمردود هنا زول البرد على الزول إنه ده قال ابن تيمية، لا قال الحجة ما بتبلغ إلا يفهمها زي علم منو فهمون يا جماعة؟ أبو بكر عمر ومنو بيبلغ أبو بكر عمر في الفهم ولا العلم؟ لا أنا لا إنت ولا الشيخ الفوزان ولا صاحب الكتاب ده اللي ألفه اسمه أبو العلا ولا أبو العالي. دي مسألة. نوع ثاني من فتاوى ابن تيمية نقل الشيخ وفيما غلط، لا أنا قلت أنت، لا الفوزان فيما صح، لكن أنت بتشرحها، هو بيشرحها يا جماعة، أنا بيشرحك أنت، لا الفوزان مع الحق ما مع التكفير والباطل أبدا. طيب فوزان حفظه الله، بديك فتاوى بعد شوية، وحتى محمد عبد الوهاب بديك فتاوى بعد شوية. طيب قال كلها الحمد لله سمعتها وعندي. طيب قال ردا على ما يشترط، أو دي ذاتها موجودة فتاوى الفوزان كلها دامنا في الموبايل. طيب قال ردا على ما يشترط الحجة، ده نوع تاني من فتاوى ابن تيمية، حاول الشيخ ده أنا أعرف اسمه يفهم للناس فهم غلط. اللي هو ابن تيمية قاصد فيه شنو؟ أو بيرد على منه؟ بيرد على الناس اللي قالوا إقامة الحجة تكون من الإمام اللي هو الحاكم أو نائبه،
مش بيقول ما في جهل وما في عذر بالجهل وما في غمه حجه زي ما بيفهمكم الشيخ ده. نص الفتوى القراو انا لسه ما قلت كلامي، انا قاعد اقول كلامه. طيب القراو من كتابه ذاته قال: ردا على ما يشترط الحجه جميع المسائل الاسلاميه من امام او نحوه، ومشى قال: وانما وظيفه الامام او نائبه اقامه الحدود. يعني الزول ده اصلا العالم ده بيرد على من يا جماعه؟ بيرد على الناس اللي قالوا اقامه الحجه ما تكون الا من الامام الحاكم رئيس الدوله او نائب، وبدليل انه ردوا على الناس اللي بيشترطوا الشرط الباطل ده بدليل على صدق فهمنا نحن ما فهم الشيخ ده، قام قال للامام ده الحاكم ده منوط باقامه الحدود. بيقيم الحدود منو؟ الحاكم ولا الحاكم؟ اذا الكلام ده بيرد على الناس اللي اشترطوا شرط باطل اللي هو شنو؟ انه قال اقامه الحدود منو؟ من الحاكم او نائب. وده ذاته نحن ما بنقول به، ما تتعب نفسك ساكت. لا لا دقيقه، ده نمره اثنين دقيقه يا شيخ. يا شيخ دقيقه يا جماعه، نحن اتكلم ساعه، الشيخ اتكلم ساعه وعشر دقائق. هاشم انا يا دوب عرفت اسمه، يا هاشم، هاشم انت تكلمت ساعه وعشر دقائق خلاص، اتكلمت ساعه وعشر دقائق. الله الله يفتح عليك. لا تكذب هذا كلامك يا هدى. انا يا ده كتاب يا ده. طيب قال اكتب هاي، لما انا اكمل الرد على كلامك واخش في العشر دقائق بعدين شنو؟ هاي لما اكمل الرد على كلامك ونجي للعشر عشر بعدين تشوف. طيب قال طيب تبتر الكلام وتلبس. طيب ثاني جالي فهم لكلام محمد بن عبد الوهاب، قال من كتابه ذاته قال: نعوذ بالله من سوء الفهم. تذكر العباره اللي قالها دي؟ عشان ما يقول لي بلبس. نعوذ بالله من سوء الفهم. الكلام من اول قال الكلام نشر الفتوى. قال هاي الادب قبل الطلب. طيب قال كفهم ابي بكر وعمر برضه نفس العباره. يعني انتم معي مركزين معايا يا جماعه؟ قال كفهم ابي بكر، ده في فهم محمد عبد الوهاب برضه. قال كفهم ابي بكر وعمر، اذا برضه الرد في غير كلام ابن تيميه، في كلام محمد بن عبد الوهاب. الرد في الكتاب ده عمونا يا جماعه عن الناس اللي قالوا لابد تفهم الحجه كفهم منو؟ ابا بكر وعمر. طيب بعد ذاك مشى قدام قرا فتوى برضه رد عليه. دي الفتوى رقم اربعه قراه، انا لسه ما قريت حقي، لسه ما قريت الحق من كلام اهل العلم والنصوص. فهم هو بس قال ان عباد القبور ده هو اي قال دي يعني هو هاشم هو. طيب قال يعني هاشم قال ان عباد القبور ليسوا بمعذورين بالجهل اذا اقيمت عليهم الحجه. طبعا الموضوع ذاته وده الموضوع ذاته اللي انت بتنفيه، اللي انت بتنفيه دي الفتوى اللي انت نقلتها رد عليك، رد عليك مش كلامك انت اللي نقلتها. نقلها ولا ما نقلها يا جماعه؟ نقلها مصدق كان ما نقلها والله يا جماعه. كلام طيب نمره خمسه خلاص. لا عشان اوريك كذب وبس في نقطه دي قال ثاني جاب كلام شيخ الاسلام ابن تيميه قال: ورد هؤلاء على من يقول ده نص الكلام والكلام مسجل وبعدين اذا ذكر احنا نطلع في التسجيل. قال: ورد هؤلاء على من يقول نفس اللفظ القريب من كتابه. طيب على من يقول ان شيخ الاسلام لا يكفر من وقع في الشرك الا بعد قيام الحجه من الامام او نائبه. نفسه ولا ما نفسه؟ نفسه. ده الموضوع انت قاعد تفهمه للناس غلط. طيب بعد ذاك قال ايوه قال عباد القبور ما مسلمين اصلا. اي ما مسلمين، مش قال كده؟ نحن دائما نقول ما مسلمين، عباد القبور غير مسلمين، من دعا غير الله غير مسلم، من توكل على غير الله كافر، من استغاث بغير الله كافر، من 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 كافر، من دي للعموم. ده ما خلافنا، خلافنا في انه محمد ود احمد ده كافر ولا ما كافر، مش من دي للعموم. وعباد القبور كفار، هاي في زول فيكم قال عباد القبور مسلمين؟ ده كلام عام، عباد عموم، لكن انا في محمد ود احمد، في عبد الله وجاد الله، فهمت يا جماعه الكلام كيف؟ اذا كده اي كلام قال الشيخ ده فهمه غلط وقاله بالعكس. انت
تتحمل شوي. انا ما تحملت لكن تحمل. لا الفتوى يا اخي يا جماعه من الاسلام انه ذا يتحمل دقيقه بس تحمل شوي كذا تحمل شوي يا شيخ. طيب بعدين اسالكم سؤال يا جماعه. طيب اسالكم سؤال دايركم انتم تجاوبوني عليه. هو ما داير يخليني اتكلم جزاه الله خير رغم انه احنا خلينا ساعه وعشرة دقائق. لكن انتم اسالكم سؤال. لو كان الكلام الدندن حوله ده قالوا بالنص عشان ما يقول لي ما قلته. قال له يشترط فهم الحجه وكرر تقريبا ثلاثة مرات. قال ولا ما قال؟ وانت اعترضت عليه تقريبا. قال لا يشترط فهم الحجه. طيب الكلام ده نلزمك به انت القاعد تفهمنا ليه وده شنو؟ منطق ولا ما منطق؟ يا جماعه اذا ما اشترط الفهم بتاع الحجه في الدين يبقى ما في داعي زول يفهم الناس واولهم انت ده. والكتاب المكتوب ده ذاته صاحب الكتب وغرزوا العلامه الفوزان كلامه صحيح لكن انت فهمته للناس غلط ولبست على الناس. لا بديك سؤال لا ما سالتك سالت الناس غير. انت ما عندك فرص اجاوبك على يا ناس احنا مش سمعناه يعني من احنا مش سمعناه. اذا ما بدينا فرصه نتكلم. هو قال كلمه جميله جدا اللي هو هاشم ده ذاته قال كلمه جميله انا عجبتني لكن ما التزمت بها قلبتها فوق وعكستها. قال احنا والله قال انا عندي شغل لكن جايين نسمع كلامكم او دايرين الحق او كلمه نحو عجبتني يا اخي التزم الكلمه اصبر انا يا دوب كم يا اصبر. طيب فلو ما يشترط فهم الحجه للناس انت اللي قاعد تقوله ده كله ما حجج ولا باطل؟ حق ولا باطل؟ يبقى ما يفهمنا له كله ده يمشي براه. بس الزول يفتح المصحف كده يعني له شديد بس كده خلاص صحيح ولا ما صحيح؟ يا اخي ده باطل يا شيخ باطل كلامك ده بنص القران وده ما قال من الكتاب ده جابه من راسه الكلمه دي انه ما يشترط تفهم جابه من راسه وجابه من كلام دقيقة وكلام صاحب الكتاب انا عارفك قريت من الكتاب لكن لما انقطعته بقيت افهمك انت قطعته عرفت كلامي ابدا ما في عالم قال ما يشترط فهم الحجه وسكت في باقي الكلام اللي هو شنو باقي الكلام الفوزان تموا انت مش قلت تغرز الفوزان قال وهو ده موجود الفوزان قال يشترط اقامه الحجه على وجه يفهمها الرجل ان اراد الفهم ذكروا في شرح كشف الشبهات للشيخ الفوزان لما شرح كشف الشبهات للعلامه الامام محمد بن عبد الوهاب فتمامه الكلام يا هندا عرفتها فالعلماء عندهم ضوابط انت بتقول كلام بس اذا بترته زي ما بترته ما هو موجود والقران لو بترته بتفهم غلط خليه تقرا لي من كتابك ده موجود في كتابك لكن بترته عشان تفهمه للناس غلط ربنا قال فويل للمصلين والله ما ربنا قال لا انا بعد ما ارد عليك انا بعد ما الله لك على البكر بعد ما ارد على شباب كذاب والله ابا لك كذاب والله مدري ابا لك انا والله كذاب ابا لك انا بس خليني اكمل امشي بالله شفتوا حجة الصوفيه يا شغل الصوفيه وانا بوقف لكن كل الناس عرفوا انك على باطل صحيح ولا ما صحيح لانه ما الحق تفضل ما في مشكله تفضل يا شباب طردنا من الجامع سمينا كلامك يا هاشم ما تسمع ولا تسمع البيت جزاك الله خير بس انا شايفتني انا عارفه جاي للمسجد ده جايبينها شنو اساسه شنو عارف انا عارف انا عارف انا عارف انا